وحضرتك يمكن ذكرت نقطة الحقيقة عايزة أرجع لها تاني وعايزة أقف عندها تاني، وهي فكرة إنه جزء كبير جدا من انتشار التضليل المعلوماتي أو الغسيل المعلوماتي هو الاستسهال في الوصول للمعلومة. والاستسهال في الوصول للمعلومة ده يوديني على طول للسوشيال ميديا، ويوديني إنه النهاردة إحنا بنحارب جهاز كبير جدا جدا، انفتاح كبير جدا جدا، أي حد عايز يوصل لأي معلومة بيكتب على طول على جوجل، بيكون عايز يوصل بسرعة، بس مش دايما اللي بيتقال صح. ازاي اتأكد من انه اللي بيتقال صح، وازاي ما استسهلش الوصول للمعلومة، واعلم ولادي واعلم الاجيال اللي جاية انه الاستسهال في الوصول للمعلومة ممكن يوصلك لمعلومة ولكنها هتكون معلومة غلط مش معلومة صح. ده حقيقي، ده حقيقي، حضرتك الكلام مظبوط. والحقيقة لازم نعرف ان السوشيال ميديا دلوقتي بقت حاجة مؤثرة، والناس اللي بتتكلم بالذات في المعلومات والمصادر التاريخيه يجب انها تراجع كذا مره المعلومه قبل ما تقولها، على الاقل انها تبقى واثقه من صحه المعلومه على الاقل. بس احنا قدام سوشيال ميديا، قدام عالم مفتوح، احنا دورنا ان احنا نعرف المواضيع دي بتتم ازاي عشان نتلافاها او نحاول حتى نقلل منها. الموضوع ده على فكره بتاع الديس انفورميشن او الانفورميشن لاندرينج بيواجهوا دول كتير على فكره، مش احنا بس، يعني امريكا نفسها بتقول في دول بتتدخل في انتخاباتها، اوروبا بتقول في دول بتتدخل في انتخاباتها، بيستخدموا الانفورميشن او ميس انفورميشن او ديس انفورميشن للتاثير على الناخب بتاعه. فاهم حاجه ان احنا نكون عارفين احنا قصاد ايه، والاخطاء دي ممكن نتلافاها ازاي او نتجنبها ازاي، فده اهم دور بالنسبه لنا حاليا. حقيقي أنا بشكر حضرتك جدا أستاذ محمد على أنا وجودك بشكر معانا عليكم، متشكر النهارده، جدا، سعيدة بلقائك متشكر جدا، جدا من خلال زوم، ونورتنا، وإن شاء الله المرة اللي جاية أنا تكون اتشرفت، ضيفنا في استوديو يحكى. الله يخليك، ميرسي يا أنا فندم، اتشرفت، ميرسي متشكر ليك، جدا، ميرسي شكرا ليك. لحضرتك.